الحلقة 29 في تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في تفسير سورة الطارق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما موضوعات سورة الطارق؟ 3 موضوعات. الموضوع الأول قسم على وجود مشكلة كبرى ستقابل الإنسان، وهو الحافظ والحساب، والدليل على وجود هذه المشكلة. الموضوع الثاني النجاة من هذه المشكلة بأن تكون أهل القرآن. الموضوع الثالث المانع من أن تكون أهل القرآن، الكيد وعلاجه. طيب، والسماء والطارق، ربنا بيقسم بالسماء والنجم المضيء فيها الذي لا يظهر إلا طارقا، أي بالليل. طب إيه الدليل أن الطروق والظهور ليلا؟ حديث نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أي يأتيهم فجأة بالليل. وما أدراك ما الطارق؟ ده استفهام مشوق لهذا الطارق. وما أعلمك ما الطارق؟ ثم أجاب عن الاستفهام، هو النجم المضيء الذي سمي ثاقب لسببين. ابن عباس قال السبب الأول أنه يثقب ظلمة الليل وينفذ فيها فيبصر بنوره ويهتدى به، فيبصر بنوره ويهتدى به. والسدية قال الثاني يثقب الشياطين إذا أرسل عليهم، وقال عكرمة هو مضيء ومحرق للشياطين. إن كل نفس لما عليها حافظ، ده جواب القسم. ربنا بيحلف بالسماء والطارق أن كل نفس، إن دي نافية، ليس كل نفس لما، يعني إلا، ليس كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة يكتب للحساب ويحرسها من الآفات. قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. طيب، فلينظر الإنسان مما خلق. لو ده المشكلة اللي هتقابل كل إنسان، إن في حافظ بيكتب عليه الصغير والكبير، وهذا الحافظ سيحاسبه يوم القيامة ويشهد عليه. طب اللي مش مصدق إنه هيتحاسب وفي حافظ، هنا جواب الشرط محذوف، ومن شك في الحساب، ده فعل الشرط، جملة الشرط محذوفة، تقديرها من شك في الحساب. الجواب بتاعها بقى اللي موجود في الآية، فلينظر الإنسان للدليل على البعث والنشور. إيه الدليل على البعث والنشور؟ هو خلق الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وهو المني المتدفق من الرجل، يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب اللي هو العمود الفقري، والترائب أضلاع الرجل، فبين العمود الفقري وأضلاع الرجل شريان أورطي ظهري، يطلع من القلب وينزل بين القفص الظهري والعمود الفقري، ينزل الشريان ده على الخصيتين. الخصيتين دول مصنع للحيوانات المنوية، أول ما الدم يخش على الخصيتين، الخصيتين يقسموا كل ذرة 2 ويطلعوا المني. المني ده عبارة عن نص ذرة دم. إنه على رجعه لقادر، إن الله الذي خلق الإنسان من هذا الماء الدافق قادر على أن يعيده بعد موته مرة أخرى. يوم تبلى السرائر، وسيكون هذا الإعادة يوم تبلى السرائر، أي تظهر وتبدو السرائر، حيث يوم القيامة يظهر السر علانية. طيب ليه؟ لأن ربنا سيحصل ما في الصدور، الحاجة السرائر اللي في الصدور ربنا يحصلها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. طب ما السرائر بتحصل تظهر، ده خطر؟ أيوة خطر طبعا. ناخده مثال، مثلا عن ابن عمر أنه السلام قال يرفع لكل غادر لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان الدفلان، فما له من قوة ولا نصر. ساعتها في تلك اللحظة
بعد الإنسان ما يرجع وتبلى السرائر لن يجد العاصي من قوة يدفع بها عن نفسه النار، لأن إيديه هتبقى إلى الأعناق فهم مقمحون، راسه فوق وإيديه عند رقبته مش هيقدر يدفع النار عن وجهه، ولا ناصر ولن يجد أحد من الخلق ينصره. قال الله تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وقال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. دي المشكلة اللي هتقابل كل إنسان، إن في حافظ وفي بعث وفي حساب، واللي هيقع بالسرائر بتاعته ليس له قوة ولا نصر. طيب الموضوع الثاني، كيف ننجو من هذه المشكلة؟ أن تكون من أهل القرآن، هي هو ده النجاة. طيب مين اللي قال الكلام ده؟ الجزء الثاني من الصورة: والسماء ذات الرجع، يعني ذات المطر. طب لما سمي المطر رجعا؟ لأنه يرجع كل عام في نفس الوقت. والأرض ذات الصدع، يقصب بالأرض لا تتشقق فيخرج منها النبات. إنه لقول فصل، ده جواب القسم، إن هذا القرآن الذي أنزله على عباده لهو فصل، يفرق الله في الدنيا بين الحق والباطل، ويفرق الله في الآخرة بين أهل الجنة وأهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. القرآن بيقسم الناس يوم القيامة اتنين: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وما هو بالهزل، أي ليس فيه هزل، بل هو حق وجد لا يترك إنسانا دون حكم. طيب الموضوع الثالث، ما المانع الذي سيجعلك لا تصل لأهل القرآن وكيف تعالجه؟ المانع هو كيد أهل الشر. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا، يدبرون الخير ويمكرون ليردوا الناس عن الدين وعن كتاب الله. وأكيد كيدا، والله يكيدهم كما يكيدون، ليستدرجهم بالكيد. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله. وقال الله تعالى: إنما نحن مستهزئون، والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولذا ينقلب عليهم كيدهم خسرانا وهلاكا، ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي اتركهم ولا تتعجل عليهم، وأمهلهم رويدا واصبر عليهم قليلا قليلا، فإنهم سيلاقون ما أوعدهم الله جزاء لكيدهم. طيب يبقى العلاج بتاع الكيد أن تتركهم إلى الله تعالى، فهو يكيدهم وسوف ينتقم الله منهم، وتستمر أنت في الطريق لتكون من أهل القرآن. المستوى الثاني، ما مكان نزول السورة؟ سورة مكية نزلت بعد سورة البلد، ترتيبها 86، ما عدد آياتها 17 آية، ما عدد كلماتها 61 كلمة، ما عدد حروفها 239 حرفا. سؤال في الآية رقم 2، ما طريقة القرآن في استفهام وما أدراك؟ القرآن استخدم وما أدراك 13 مرة، يقول ما أدراك ويجاوب، إلا مرة واحدة لم يجب، اللي هو في سورة الحق. في الآية 7 سؤال، لما لم نقبل قول ابن كثير إن الطرائب صدر المرأة، عظم بتاع صدر المرأة، ولما رجحنا الطرائب أضلاع الرجل؟ أولا تفسيرنا دوت مش تفسير، هو تفسير أئمة التفسير زي ابن عباس ومن طريق العوفي والضحاق، من طريق أبي الرواق وكتير جدا مفسرين. تاني حاجة، تفسيرنا مع متفق مع الحقيقة الطبية، حيث نص جميع الأطباء على إن فعلا الماء الدافق بيخرج بين عظم الظهر، عظم صدر، عظم القفص الصدري، وبين العمود الفقري، بيطلع شريان تاجي ظهري ينزل بينهم، هو ده اللي بيعمل المنية. ففعلا ده حقيقة طبية، وده من آيات الإعجاز العلمي. تاني حاجة، كلمة يخرج،
كلمة يخرج ده بتدل على انه مني، فالماء فالمرأة لا يخرج منها اي ماء، ده عبارة عن حاجات ميسرة. المرأة متعتها عبارة عن ان الراجل بيوصل لمكان معين في فرجها فبتحدث نوع من الكهرباء، لكن ان يخرج منها دايما ماء لا ما بيحصلش. المرأة ثابتة عندها عدد مبيضات اتولدت بيها، والعدد البيضات ده ثابت في كل وقت. تاني حاجة دافق، المرأة ما عندهاش ماء دافق. السبب بعد كده ان العظم بتاع صدر المرأة لا يفرز اي حاجة وليس له اي علاقة بمسألة الخلق. طب انه على رجعه لقادر، ليه رفضنا قول رجعه يعود على الماء وقلنا رجعه يعني على الانسان؟ انه يرد الانسان، الاول حاجة لانه ترجيح كبار السلف زي الطبري وابن القيم، والتاني حاجة لانه يتناسب مع بقية الايات يوم تبلى السرائر، فكان في اتباعه قوله انه على رجعه لقادر نبأ من انباء القيامة، مش رجع الماء لمكانه، لا هو بيتكلم عن يوم القيامة. المعهود من طريقة القرآن الاستدلال بالمبدأ على المعاد، اللي خلق يرجع، ان الضمير رجع هو الضمير فما له من قوة ولا ناصر، نفسه هو الضمير يعود هذا الانسان قطعا لا للماء، نفس الضمير فما له من قوة ولا ناصر. ليه اقسم بالمطر؟ لان ده الدليل الثالث على البعث والنشور، فخلق الكون في السماء والارض، وخلق الانسان في قوله كل يحييها الذي انشاها اول مرة، وإنبات النبات والسماء ذات الرجع، فخد فأقسم بإنبات النبات عشان ده يبقى الدليل الثالث. هل يوصف الله بالكيد؟ اتفق السلف لا ينسب إلى الله على سبيل الإطلاق، ولكن يجوز على المقابلة، ومكر ومكر الله. فمهل الكافرين أمهلهم الرويدة، واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في تعارض